عصير الرمان طبخه ونسويه دبس، نسوي عصير رمان ودبس رمان، دبس رمان طبيعي مقفول 10 سنوات تحت معدات آلية حديثة بما توفر عنا السابق من كان بها عذاب وتخريب كثير بالرمان اليدوي التقليدي القديم يعني. فقمنا سوينا آلي يعني تقوم تفرز الآلي هاي، تفرز القشر الحب كل شيء تفرزه تحت معدات غرابيل ورجاجات تنظيف كامل كي ما يصير هدر. وهناك نستفاد من دبس الرمان للإنسان، هو الغاية للإنسان. دبس الرمان بيو أكثر من 100-140 مادة فائدة للإنسان. إيه احنا عندنا معمل علف، عندنا معمل علف نفس الوقت بيه مداجن خاصة بينا زين. إيه ناخذ عادي ناتين يبسوا ونطحنوا وندخلوا بالعلف. عملية الكشور هاي اسمه دباق، يعني ينتج منه دباق. دباق اولي قديما كانوا مستعملينه للجلود للشكوى الخضيط، ارحز ما ظل كلها صارت خضاضات. حاليا يستعمل مع العلف للبقر للدواجن للغنم، لما يصير عملية إسهال عند الحيوانات يوقف إسهال.